اتفضل استاذ. نعم، شو بتريد؟ ويا ريت تختصر لاني ماني فاضي اسمعك كثير، عندي موعد مهم بعد شوي. رح اختصر كثير، بدي سجل بنائبه المحاماه وطالبين مني شهاده حسن سلوك، فاذا ممكن تتكرمي علي وتعطيني اياها بسرعه بكون ممنون فضلك. قدم لي طلب عليه طوابع مرفق بشهاده حسن سلوك من مختار باريز اللي كنت عم تدرس فيها، مصدق من وزاره الخارجيه الباريزيه ومصدق من وزاره الخارجيه تبعيتنا، وجيب لي اياهم لادرس وضعك لشوف اذا بقدر اعطيك شهاده حسن سلوك او لا. ايه بس يا حضرة المختارة، باريس مانا ضايعة مثل ضيعتنا، ما عندهم مختار، باريس مدينة كبيرة عندهم عمدة، بعدين هيدي شهادة حسن سلوك لغوها من زمان. يصطفلوا، هن حرين بضيعتهم، بس نحن هون بالضيعة ما لغينا شيء، يعني زمن الأول تحول وشهادة حسن سلوك ما عادت شقفة ورقة عليها ختم وشحطة قلم وألف ليرة فوقها، لا، شهادة حسن سلوك ما بتنعطى بقى إلا للي سلوكه حسن عن جد. لحدا قال لك عني إنه سلوكي منه حسن؟ أنا ما قلت هيك، أنا بس كنت عم بوضح الأمور. يعني هلا رح تعطيني شهادة حسن سلوك ولا لا؟ تكرم عينك، قدم لي طلب وما ترفقه بشهادة حسن سلوك من مختار باريس، بيكفي إنك ترفقه بنبذة عن حياتك الشخصية من أول ما خلقت لهلا، وبتخلي ولية أمرك توقع على هالنبزة وتعال عندي وجيب لي ورق معك وإن شاء الله بقدر أخدمك. ممنونك أنا. نبزة عن حياتي الشخصية من أول ما خلقت لهلا، ورق من مختار فرنسا، ورق من مختار باريس. أحلى فنجان قهوة لأحلى مختارنا، تفضلي. يسلموا هالإيدين. لياتي. وعليا قبضه كمان. على عرضي، على عرضي ان شاء الله، عملت لك اياها بدل السكر بالمنح، ما بقش عم منيح. يا سلام السلام، عيني ما احلى ليالي السمر، عيني ترى وصافك. تع 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 تع، لوين طحشوا فيك؟ يعطيك العافية ست ام وردة. الله يعافيك، لوين فايت؟ فايت اشرب كباية شاي وفل. ايه ممنوع. ليش ممنوع؟ اقرا الارما بتعرف ليش ممنوع. قهوة أم وردة، هيك سبع تنكات. معناتها ما فهمت اللي مكتوب بالأرمة، هيدي القهوة صارت للنسوان بس والرجال ممنوع يدخلوها، روح شوف لك محل تاني اشرب فيه كاسة الشاي. شو فهمت؟ فهمت لكن انت عم تلعبي بالورق؟ اي نعم. ان شاء الله تلعبي بالاربعة. تر تا 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 تا. ايه بس ما بيهم، ما الزمن صار زمن النسوان. عالشوكولاتة يا ولد. تا 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 تا. عالشوكولاتة. عالشوكولاتة. اهلا. عوفي ابو بسمة. اهلا اهلا، كيفك يا ابو الجبار؟ الحمد لله. كيف الرعايه هالسنه؟ الحمد لله، انك كثر خير الله. الحمد لله خير الله، الله يبعث الخير. اهلين. تفضل لنا. ثانك ثانك ابو بسمة. شوف هاي اخبار جديده بالضيعه. شو بدي خبرك؟ ايمي قاعده مقلوب فوقيني تحتيني. انا هيك سمعت بس انا لا شفت ولا شفت. طيب طيب، مثل شو يعني؟ خبرني. شو بدي اقول لك؟ انا صحيح ما دخلني، بس اللي صاير شي ببكي، بقطع القلب، واللي عم بصير مع الرجال ببكي دم. خبرني منيح، خبرني منيح. فهذه هي اخبار الضيعه، منيح اللي عم تقضي نص وقتك براتها. قل لي شو بدك لاعطيك؟ بعدين بياخذنا، شفت اللي بيقعد هون مع زياد فوق بجارد احسن بيقعد معكم بالضيعه. شو؟ مش هيك قصدي. لا 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 ابو يوسف، ابو ربيع بعده مختفي مش مبين. ومين قال لك انه ابو ربيع مختفي؟ من المره الماضيه نزلت عن ضيعه انا لهون سالت عنه، ما حدا بيعرف عنه شيء، فص ملح وداب.
ابو رباح منه مختفي امبارح كان سهران عندي هو ومرته. عم تحكي عن جد؟ هو ومرته كانوا عندكم؟ ايه من امبارح كانت خطبه الصبي الله ييسره عبين عبد بحبينك. ان شاء الله ان شاء الله سبع بركات. لك ابو يوسف بجيب لك سطل حليب بتقولي وانا بلاقي هلا. لا 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 يا خيي شو بدك منه؟ خيي عاوز مساعده شو بدك مني انت كمان؟ يعني وين بدي يكون؟ بدي يكون قاعد بالبيت مثل كل هالرجال قاعدين ببيوتهم ما بيظهروا منها الا بالمناسبات الرسميه. خلص عرفنا بدك شيء هلا؟ لوين رايح؟ ما اشتريت شيء بعد. بعدين بعدين يلا. شو بعدين؟ يا عمي شو عم بيصير بهالضيعه؟ شو عم بيصير؟ على دلعون مش دلعتين عرفت فيني مجوز لش اختين لكتوب كتاب عرفتين. شو جابك هي معقول؟ على دلعون مش دلعتين عرفت مجوز لش اختين عم اهلك لكتوب كتاب عرفتين وجعلت هذا انت؟ ابو ربيح عندك حدا جوا؟ لا ليش؟ جوا جوا بقول لك جوا بقول لك ما فيني فوتك مرتي ما هون لك خليني فوت لجوا. ليك ابو جبل اذا الحرامية سرقوا لك الغنمات انا ما عدت مسؤول عن المخفر ولا عن الشرطة. عندك ام رباح روح انفلق منك لإلها قدم شكوى عندها. بين عليك انك معش مسؤول عن المخفر عم تعجن حلطك عجح شنيعك بعقد غيرانك على الارض. هص يا ابو ربيح روح انا جاي لعندك مش مشان الحرامية ولا مشان الغنمات انا جاي من شان شغلي اهم. وشو هو؟ لك جوا بقول لك. طيب فوت يلا ما تخاف ما تخاف يلا فوت.
فهمني بالعجل. لا امي علمتني ولا حرمنا المصون علمتني. شو عم بتقول؟ مثل ما عم بقول لك المختار بعده طيب. ابو جبل انت متاكد من الحكي؟ كل يوم عم شوفه للمختار، كيف متاكد؟ وينه هلا؟ فوق فوق بالبستان. اي بستان؟ بستانه. وشو عم بيساوي ببستانه؟ ليش ما بينزل وبخلصنا من هالمصيبه اللي واقعين فيها نحن؟ هو كان بده ينزل بس انا ما خليتهوش. وليش ما خليتهوش؟ ما خفت مشان مرته ما تقتله. وليش بدها تقتله مرته؟ هلا هيدي قصه بعدين بحكي لك اياها. المهم هلا بعت وراك وبتطلع لعنده ضروري ضروري لفوق على البستان. وفي حدا غيرك عرف انه المختار بعده طيب؟ ها. ومرته؟ ها. طيب ها. روح سلم لي عليه وقول له بكره اني مش لعنده. ولا مش اليوم؟ قال اليوم ما عاش في امكانيه يطلع من البيت ويجي لعندك، لانه دوام مرته قرب يخلص ترجع على البيت. بكره مرته بس تروح الصبح على المخفر بيطلع وبيجي لعندك. العمى هالقد صار يخاف من مرته؟ ايه بخاف من مرته. هو بس الله يساعدهم، كل رجال الضيعه بخافوا من نسوانهم. وضع ببكي يا مختار، شو بدي احكي لك؟ احكي لك الله يكون بعونهم يا مختار. اخي مختار شو بدي احكي لك؟ احكي لك. اسمع مني يا مختار، اسمع من هدقن مني وخليك هون وما تنزلش على الضيعه وتعرض حياتك للخطر. ها ترى انا نزلت على الضيعه المره هيدي وكمشيتك مرتك. اذا تكرمت عليك يا مختار وما قتلتها بدها تحطك بالبيت وتحبسك هيك ويكون مصيرك نفس المصير يعني هيك. المثل ما قال شي كذب. عيش كتير بتشوف كتير. بس صدقني يا ابو جبل ما رح خلي هالوضع يستمر كتير الا ما رجع كل شي مثل ما كان. شو ناوي تعمل؟ بس يجي ابو رباح تعرف. بناديهم وهم عني طوارئش، وبعد عزي صرت راعي طوارئش، وبعد ما النسر بجناح وطوارئش صار الجو ملعب للغرائب. استاهل كل الحق علي. يا ما قلت لي ام صغر حتى اشتري لها غساله على الكهرباء تغسل عليها ما كنت تقبل. كنت انا لشو بدك الغساله؟ ولك ليه ما بتغسلي عديكي؟ شو ديكي محنيين؟ اخ ما كنت اعرف انه بدي يجي يوم ويصير فيه هيك. طبعا هلا اذا بطلب منها انه تشتري لي غساله راح يكون رد علي بنفس الطريقه. سخر شو عملت؟ لك شو بيك شو عملت؟ طول بالك جبت شهاده تحس سلوك؟ ما كانت تعطيني اياها مختارتنا المبجله. ايه ليش؟ قال لازم ارفقها بطلب وارفقها بشهاده ونبذه عن حياتي من وقت ما خلقت لهلا. لك الله يصلحك يا صخر الله يصلحك. ما بتعرف انه امك مساعدتها للمختاره؟ كنت تحكي امك كانت دبرت لك اياها من دون طلب ومن دون نبذه. امي؟ قال امي قال امي ما بتمون تشيل كرسي من هون لهون. لك شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك هلأ بس علينا أمك بتعمل مراجل؟ شوف أنا ما عاد فيي أتحمل اللي عم بيصير بهالضيعة أبداً. طيب وين كنت لهلأ؟ حسيت حالي متضايق ومطبق على صدري، نزلت على الوادي شميت شوية هوا نظيف وجيت. آخ بسيطة يا ابني بسيطة. قوم روح جيب ورقة وقلم وتعا اكتب النبذة اللي طلبتها عن حياتك المختارة، وإذا نسيت شي أنا بذكرك فيه. وهلأ لما تيجي أمك بتعطيها إياهم خليها توقع لك إياهم. ما رح أكتب شي. الو ايوه 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 الشيف رامز معك. يا اهلا ست رشا، انت زبوني دايمي عنا بالبرنامج. يا اهلا وسهلا فيكي. طبعا انت عم تشوفينا هلا نحن عم نعمل فطاير بالجبنه. نعم في ورقه وقلم عندك؟ ايه نعم اكتبي عندك. قبل كل شيء
بدك تجيبي من عند ابو يوسف الطحين، اي واحد غير ابو يوسف ما بيزبط. نعم، لانه طحيناته ابو يوسف بلدي. بعدين بدك تجيبي من البراد، لازم يكون عندك براد دوبلكس، يعني طابقين. بدك تجيبي بيضه يكون لونها ابيض، لانه في ستات ما بيسمعوا كلمتي بجيبوا بيضه لونها موف فما بتطلع الطبخه. بعدين الزيت لازم يكون على التدخيتي يا ست رشا. ايه، والخشب خشب زين، لانه اي نوع خشب ثاني غير الزين كمان ما بتزبط، بتطلع هيك شوي مزنخه. يا اهلا وسهلا فيكي. لا، الاكل الثاني بتاعت الحلاوي بالبصل لنهار الاربعاء، الاربعاء لانه علينا ضغط كثير. يا اهلا وسهلا فيكي. هلأ جوزك ما كان يقول لي كيف كان يجمع المصاري من أهل الضيعة؟ جوزي ما كان يحكي لي شيء أبداً، كنت كل ما أسأله شي سؤال يقول لي أنت ما دخلك، بس بعرف أنه كان يسحب مصاري كتير. إيه بس أنت هلأ ما فيك تسألي، بس أنت صار فيكي تأمري يحكي لك كل شيء. مداغر، نحن عنا مصاريف كتيرة ولازم نغطيها. ليه جوزك المختار ما كان يقول لي كيف كان يسحب المصاري من أهل الضيعة؟ أنا ما كنت أسأله، بعدين ما كنت مفكرة بيوم من الأيام إني رح أستلم المخترة وتلزمني هيك معلومات. مداغر، مهمتك المسائية تعرفي لي كل شيء كان عم بيعمله أبو داغر مع المختار، وبكرة الصبح بتخبريني. حاضر. وهلأ خلص الدوام، فيك تروحي على مهمتك. خاطرك. يلا هانت يا ابو داغر، هيدي اخر فطيره. نقوم هلا نجيب الصينيه ونصفن وحده وحده. لزقوا كلهم، صاروا قطعة واحدة. يلا شو هالعلقة؟ ما إلي إلا الشيف رمزي. ألو، الله معك شيف رمزي. ايه ايه ابو داغر، بدي اسالك، عم بعمل الفطاير بجبنه ام حطيتهم بالطنجره؟ بدي انقلهم على الصينيه ام لزقوا صاروا كلهم شقفه وحده؟ طيب خلص روق. طيب خلص، ما بقى ازعل. الله يسامحك. لك يلا. هلا بحطها بالفرن وبس يستوي طق طق وبقطعهم بيصيروا وحده وحده. ما المهم الشكل، المهم طعمي. قلي لشوف مين اجى لعندك بغيابه؟ ما حدا. مين هو الرجال ابن رجال بيسترجي يزور رجال ابن مره ورجال بهالضيعه وبهالزمن الرديء؟ شو؟ قصدي هالزمن الحلو يا حلو. ايه ليه عم تكذب؟ عم تكذب؟ لا شو بقى انا شو جاي اعمل عندك ابو جبل؟ ابو جبل؟ ايه ابو جبل. وشو عرفك؟ انا بعرف كل شيء هون.
ايه شو اجى يعمل عندي ابو جمال؟ انا اللي عم بسألك. ايه ما انت بتعرفي كل شيء. بس اسألك بتجاوب بترد. ايه ابو جبل. ايه ابو جبل. ابو جبل. ابو جبل. ابو جبل معتاد ترتيح حدا؟ ابو جبل. ابو جبل. ابو جبل. ايه ابو جبل. شو جاي يعمل هون؟ ترتع حدا؟ لما هي عايش مع الغنمات معقول يقول. شو جاي يعمل هون؟ اجى ما اجى ابو جبل لهون. ايه تذكرت ابو جبل اجا فتحت له الباب وكنت انا عم بعجن العجينات وعم غني بعيد عنك حياتي عذاب ما بعرف شو رحت فتحت بايدي عجين اجا سالني شو بدك يا ابو جبل اجا بده يحكي خاف يحكي برا بده يفوت لجوا انا ما حبيت فوته ابدا قلت له يا ابو جبل مرتي ما هون ما بسمح لك تفوت ما بقدر ما اخذت اذن منها اصر الحق الحاحا فدخلته شفت عليه بالعلامة قعدنا هون خلص عرفتي كيف توبريني لحظه عدنا هون ايدي كلهم عجين احكي يا ابو جبل شو بدك اتنهد ابو جبل واخذ راحته واجا سالني عن الحراميه اللي سرقوا له الغنمات اذا كمشناهم او لا قلت له يا ابو جبل ابدا انا ما بقى لي دعوه بالمغفر روح لعند ام رباح هي الكل بالكل هي تاج راسنا وهي المسؤوله على كل شيء بالضيعه روح اسالها هو راح شو قال ترتع تعالوا تجي راح فما عرفت شو ايه بس ما اجى على المغفر ايه بيكون خاف الغدا جاهز طبعا جاهز وتفصيل كمان ايه روح 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 من وجهي حاضر الله يعينك يا ابو رباح اذا كنت عم تكذب يعطيك العافية حبيبة خي شو هيدا؟ هيدا طبق اليوم يا حبيبتي ما عملته من راسي اتصلت بالشيف رمزي واخدت منه كل المعلومات على الهواء كنت مشوب فاجت بوقتها المعلومات عرفتي كيف؟ شوفي أنا كنت بدي أعمل لك بالأول فطاير بجبني بعدين أنا زكي وحربوه اتذكرت لا يا صديق الفطاير مؤنس ومفردها فطيرة عرفتي كيف حبيبتي وفيها تاق مربوطة قمت غيرت الأكلة وعملت طبق اليوم يعني أكلي مربعة التذكير طبق مذكر واليوم مذكر عافيك يا حبيبتي يلا سكبنا لندوق هالطبق يا ميسر لا لا شغلي طالع شغلي طيبة 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 بتشهي حبيبتي بتشهي شو بابا بابا طلع ايه حبيبي حبيبي يا حياتي شو حتنبسطي فيها يا حياتي شو حتنبسطي فيها يا حبيبي أبو سخن وين سامع الأكل يمنا؟ يلا يلا تفضلوا نحنتم طيبة صاير تعرف تطبخ يا أبو سخن صحتين وهنا زعلان لأن المختارة ما وقعت له شهادة حسن السلوك فبلكي بتحكي معها وبتدبرينه اياها بمعرفتك ها؟ شلتك ابو سخن شو استاذ؟ كيف بدي تدبرينه اياها بمعرفتي؟ عنا بالمختارية ممنوع الوصايل، القانون انه يمشي على الجميع، وإذا كان ابن مسؤول يعني القانون قانون، اسكموز خلص خلص كلمة وحكيناها ما تعصبي كون سخن تغدى ما بدي اكل ماني جوعان انت حال
هلا بعد شوي بتاكل، واللي بياكل على درسه بينفع نفسه. عمي ابو يوسف، بتخليني اخذ يوسف واطلع انا وياه مشوار؟ لوين بدك تاخذيه؟ ما رح نبعد كثير، هون بالضيعه وبنرجع. ايه شعلي، ايامكم ولازم تنبسطوا فيها. ليك يا عمو، قد ما فيكم تنبسطوا بايام الخطوبه انبسطوا، ما في احلى من ايام الخطوبه. يلا يوسف. بيي بتسمح لي اروح معه؟ ايه بسمح لك بيي، بس ما تتاخر ولا تخليها تاخذك لهون ولا لهون، ما بدنا الناس تشيب سيرتنا بالعاطل، مفهوم؟ ايه ما تخاف، ما حنروح لهون ولا هون، هون شوي بتضيع وبنرجع قبل ما تعتم. الله يرضى عليكي. يلا بخاطرك. ديري بالك عليها. بعيوني اثنين، باي. الله يبعث لك ايام حلوه يا ابني ويبسطك. اسلموا لي هالعيون الحلوه اللي بيذبح وذبح، اسلم لي هالوش يلي احلى من صحن الدش، يسلموا لي هالشفايف يلي احلى من القطايف. طيب بس وردي انا بستحي. وين رايح؟ وين سألك؟ اديني بوس. زعلت منك. ايه زعلي؟ شلحي المحبس اذا مش عاجبك، انا الف مين بيتمنيني. لا لا انا عم بمزح، وحياة الله عم بمزح. يوسف انا بحبك، ما بقدر زعلك ابدا يوسف. ولدي بعدين بقدر زعلك. بعدين ما بدي. من شو خايف؟ انه بهين عليك اذا حدا مرق وشافني هيك، انا يحكي علي هيك اشكال الوان على الطالع والنازل. ما تخاف، ما حدا بيمرق من هون. كيف بوسف؟ روحي يا عم، انا رايح على البيت. يوسف اعطيني بوسف. يا ماما شو قصدك؟ شهنيك شوي، ما حدا يفوت عشان يعبس الليل. بعد بكير، عشان مستعجلة. ما راح يطير العريس من ايدك. طب يلا شهلي. ايه خليك تقيلة مثل امك. انا لما اهل بيك اجوا لعنا تيحددوا موعد العرس، قيت ساعتين بغطة قبل ما اطلع استقبلهم بحجة اني عم بعمل شعري. طيب يلا شهلي هلا بيناموا. ايه خلصت. أنا جاهز، تفضل. إيه شرفوا. إيه أختي أم صخر، ما رح نطول بالحكي كتير. المثل بيقول يلي بيخطب بده يجوز. نحنا هلأ جايين نطلب العرس، فأيمتى بتحبوا نكتب الكتاب ونعلي الجواب؟ شوفي أختي أم دنيا، نحنا بالنسبة لنا جهاز صخر جاهز، بقى إذا كان البيت جاهز وفنشتوه ما عندي مانع تكتبوا الكتاب وقت اللي أنتوا بتحبوا. على كل حال العرس عرسكم والفرحة فرحتكم. طيب لكن شو رأيكم نكتب الكتاب خميس الجاي ومنعمل العرس بنفس اليوم؟ لا طنط، أنا ما بقدر. ليه حبيبي؟ ما تحرجيني، ما تسأليني ليه، لأنه عندي سبب خاص. بلكي منعمل الكتاب هيدا الخميس والعرس الخميس اللي بعده بيكون خلص سببي الخاص. لكن اتفقنا خميس الجاي كتب الكتاب والعرس خميس اللي بعده. وين بدكم تاخدوني شهر العسل؟ انت وين بتحب تروح؟ ايه وين بتحب تروح يا صخر؟ وين بتحب تروح يا صخر؟ ايه خدوني على تل الهوى. وين صاير هالاوتيل؟ ماني سمعاني فيه، بس ما يكون غالي كتير. ها ولو يا ماما شو قصتي؟ تل الهوى ضيعتنا. ايه والله صحيح، نسيت. يخرب ذوقك يا كني، شو دمك خفيف وبتحب تنكت. شكرا طانت، شفتي شو مهضوم انا؟ ماما قوم اعمل قهوه نمت حميك. لا ماما، ما فيني اترك خطيبي لحاله، قصدي خطيبتي، بعدين بصير اشتاق له، قصدي اشتاق له عفوا. يقبرني بيموت فيها. ابو سخان قوم انت عمون قهوه يلا. حاضر. لك شو بك ساكت؟
شو ساوي يعني؟ ما سمعت انه حددنا موعد كتب الكتاب والعرس؟ زلغت لك شو زلغوطة؟ لا لا يخرب بيت كده. شو عم تعمل؟ بنقي عدس حبيبي مشان بكرة. ايه عدس مسموح لأنه مذكر. فكرتك عم بتنقي فريكي. الفريكي ممنوعة لأنه مؤنث. لا لا عدس شوفي ولا بترك لي شوي العدس من إيدك لأنه بدي أحكي معك جوز كلام قبل ما تنام. ايه تفضلي. بدي إياك تقلي بالتفصيل كيف كنتوا تشتغلوا أنت والمختار وكيف كنتوا تحصلوا المصاري من أهل الضيعة؟ أنا ما بعرف نسيت. تحكي ولا بتعرف شو بيصير؟ لا لا بحكي. احكي بالتفصيل. ها ايه اوعى تخبي علي شيء لانه اصلا المختارة خبرتني كل شيء كنتوا تعملوه انت والمختار السابق. طيب ما زال خبرتك ليه عم تسأليني؟ لا بدي اتاكد منك بركي هي عم تخبي علي شيء مثلا. حاضر احكي. لا خلص عبد الرحمن. الله يتمم بخير يا ام صخر. ايه الله يسعدهم ويهنيهم. الله يخليكي فوق راسنا. انا جوعان. ولكي جوع الجربوع ام صخر حيات قلبي مجوع. انا رايح احضرك العشاء. تعال تعال وقف لا تروح. والعشاء انا بحضنه. معقول انت تحضري العشاء؟ ليش انا شو بني؟ شو فيها اذا تساعدنا او انظمه المختاريه الجديده؟ ايه هلا تنكني المختاريه على جنب للبيوت اسنان ما حدا بيعرف شو عم بيصير فيها. اذا كان جاي كتير 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 على بالك تحضري العشاء انا شخصيا ما عندي مانع. تفضلي. اب سخن انا بحضر العشاء بس على شرط. شرط شو؟ ما تنام على السوفا اليوم انا بخليك يا نوب. خليكي مرتاحه انا بحضر العشاء. ليه على حظي على حظي شو عم بيصير فيني؟ ليش هيك عم بيصير فيني؟ ما بدي اتعشى ما بدي اتعشى شرنا بيكون حشنا بدين العشاء. غليز هذا بتعرفن بالوقت. بس يسلمني واظرفه. يا غليظ الغليظ اللي عم يزعجك هيدا انا يا حبيبي. مين انت؟ ما عرفت صوتي؟ شو قالوا لك عني محل الاصوات؟ مين انت يا عمي؟ انا ورده. ايه ما تنسي تشربي كبايه مي تما تدبلي. حبيبي انا ورده خطيبتك. ايه شو بدك؟ ما بدي شيء. اشتقت لك حابه اسمع صوتك. ما عم بقدر نام بلا ما اسمع صوتك. طب ذكريني سجل لك صوتي على كاسيت تما تزعجيني وتسمعي قبل ما تنامي. Thank you.
أبو سخن نضلك نايمين. شو عم نبحر هذا؟ شو عم نبحر منيح على حزني؟ ما قلت لي حبيبي امبارح ليه كنت عم بتنقي عدس؟ عدس مشان تبخلك مشدرة. نعم مشدرة؟ يي ما تأخذيني يا نور عيوني انت، نسيت انه العدس في باء مربوطة، لك لا تزعلي مخرب، بغير لك اياها حبيبي. ماشي، اوعى تعيدها، ممنوع تفكر بهيك أكلة. ما تزعلي يا حبيبي ولا يهمك، حاطبخ لك برغل وعدس هولي، ما فيهم ولا باء مربوطة وأكلة طيبة. أها، هيك قول من الأول. الله يخليك، شو بتحبي أسوي لك معهم، سلطة ولا لبن؟ عم تغلط مرة تانية أبو داغي. يقص لسانك يا أبو داغي، نسيت إنه السلطة منا تمام، ليكي خلينا على اللبن، إيه؟ إلعب هيدا على الطبخة ما تحترق، حاضر البرغل ما يحترق، إيه؟ بدي آكل أهلي مثل اللي طعميتها إياها إمبارح، إيه؟ طبق اليوم. إيه، ليكي وين رايحة؟ ما بدك تشربي البني المغلي؟ رايحة على المختارية، بشربها بالمختارية. إيه؟ بشربه بالمختارية. الله معي، الله ينصرك، قولي الله. قال شو؟ المجدرة ممنوعة والعدس والبرغل مسموح. اللهم ثبت عقل النسوان يا أرحم الراحمين يا الله. انتبه سعد، سعد، عناصر المخفر جاهزات للتفتيش الصباحي سيدتي الجميلة. ما بدي لا فتش ولا نضرب عربة، وين هالدنيا؟ تحيي جوا. تابع التمرين. حاضر. لكي خلي لي اياكم مع احليكم. يا حلوين انتو يا بنات يا حلوين، تعرفوا راسكم بجنن بجنن. وهلا استعد الى الوراء، دف الحقوني. هاي هاي تعطى، هاي هاي تعطى، هاي هاي تعطى، هاي هاي تعطى، خلي الجنة يبقى قطع، خلي الجنة يبقى قطع. مثل ما فهمتك بدك تروحي ترقبي لي البيت، مين بفتله مين بيظهرله، وعينك هيك بدي اياها تفتحي لي اياها ابو رباحه، ان ظهر بتلحقي شو عمل، ها كيف فات مع مين، حكي شو حرف حرف بدك، بس حسك عينك دينك ايدك اجرك اللي عملك يعرف انه انا عم راقبه، ها ولا بابرك. ايه بس يا ستنا، ما انا مكلفه بمهمه مراقبه المختاره، كيف بدي راقبها وراقب ابو رباح بنفس الوقت؟ عالنسوة بسيطة مش مشكلة، بتكلفي ام وليد بمراقبة المختارة وانت بتراقبي لأبو رباح، لأنه أبو رباح أهم من المختارة. يلا لنشوف. حاضر ستنا. شو ام داغية؟ أنجزتي مهمتك المسائية وعرفتي لي ابو داغر والمختار شو كانوا يعملوا؟ طبعا ولو ما انا عندي غير. هاتي لشوف احكي لي، هلا انت بدك الحكي ولا بدك العنب؟ لا طبعا بدي العنب. خلص لكن خلينا نروح نجيب لك اياه وبعدين بنحكي لك. اخ منك يا شيطاني، صرت تخوفي. تربيتك يا مختاره. طب المهم هلا روحي جيبي لي العنب. بس رح اخذ معي ام صخر مشان تحمل لي السله. خدي معك مين ما بدك، المهم ناكل عنب. بلحق روح وارجع والمخلص دوين مرتي.
الحقيقة برافو عليك يا أم رباح، هيكون الشغل هيك يما بلا. وبعدين يا أبو دغير كتير هالقد لازم تشوف حل. معقول يضلك على هالحالة؟ اتمسكنت قدام أم دغير ونفذت لها كل أوامرها وما تمكنت من شي. لازم تتصرف بسرعة يا أبو دغير، لازم تشوف حل ينقذك انت وكل رجال الضيعه من هالوضع. لازم لازم يا ابو دغير لازم. لك منيح اللي الله الهمني وخبيت التليفون. مرحبا زقزوق، كيفك؟ انا ابو دغير. ليك اسمعني منيح لانه الموضوع خطير ومهم. اترك كل شي بايدك وشرف لعندي بسرعه. ولك هلا اذن الخروج بالنسبه لواحد مثلك يا ابو الزقازيق ما له مشكله. ولك اثنين نسوان من الشرطه هلا حيصعبوا عليك، ما انت بتدوخهم عندك 100 طريقه. ايه 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 دبر حالك، بدك تجي لعندي وبسرعه لانه الموضوع خطير. لك ليك قبل ما تسكر، تتذكر الشنطه اللي سرقتها من الفرقه المسرحيه؟ ولك شو هي فرقة مسرحية السنة الماضية اللي اجوا عملوا عرض عالنهار؟ جيب لي الشنطة معك. ولك هلا فيك تسألني ليه وكيف وتفاصيل، انت جيب الشنطة وتعال بعدين بشرح لك الموضوع كتير مهم. تمام أحلى أبو الزقازيق، يلا ما فيك زقزوق يلا. وينها يا أبو دغورة؟ وين وين وين؟ شو بدك تضل لحالي هيك؟ بدنا نضلنا ناكل كفوف؟ بدنا نضلنا نحن النسوان وهن الرجال؟ يا ابو دغير من خيزراندك لتكنيس وتمسيح وطبخ. يا حبيبي يا ابو دغير، ايا ليت الشباب يعود يوما. اخذتك لحمي وزتتك عظمي يا ابو دغير، بس سوري عليك ما تلات ارباعه من ايدك. وجدتها إدارة التفتيش إلى مختارية ضيعة تل الهوى، سنرسل لكم من طرفنا الأسبوع القادم عن الإدارة المحلية مندوب، وعليكم التنسيق والتعاون معه وتنفيذ كل مقترحاته لتطوير العمل في قريتكم. الختم مزبوط وتوقيع المحافظ صح، بيبقى التاريخ يا زكي هوني تاريخ 21/1/91 واليوم 28/3/98. يا ابو دغير يا كبير، الواحدة وعشرين سهل بقى تصير تميني، والواحد بصير تلاتي، وهيدي بنعملها 98 وبتزبط. بس هيدا الخط اسود، يعني بدك قلم اسود. قلم انا مخبى قلم اسود. حسبت مهلك يا ابو دغير. اتميني 98.
لا مبين مزور ولا مبين ملعوب فيها. عشو واللعب ممنوع.